صار أنا ما راح أطول عليكم. مستشفى أو مركز طبي ما بها أي جهوزية، ما بها أي شيء ممكن واحد يروح له، المواطن يروح لهذا المكان وهو مطمن أنه هو ممكن يتشافى أو يأخذ فد شيء يخلي عنده يعني فد جهاز أو فد درع حتى يقاوم هذا الفيروس. اللي راح نشوفه بهذا الفيديو أنه مواطن على الأرض بدون أي إشراف طبي وممرض واحد، الناس واقفين على يسره ومجمعة عليه حتى يأخذون مسحة وحتى يتأكدون على صحتهم وسلامتهم. خلونا نشوف هذا الفيديو. مستشفى الفيحاء ردهة العزيز، هذا بوحدة الرجال مشغول بالجوع، هنا العالم تأخذ مسحات وهنا المسعف بوحدة ما حد وياه، بوحدة الرجال مسعف جاي أخذ مسحات، وين العالم كله لازم اشرب، وهذا مشطوب هنا لاكو يما طبيب لا يما مشعيب، حسبي الله ونعم الوكيل. مستشفى الفيحاء البصرة، هاي مستشفى الفيحاء ردهة العزيز، هذا بوحدة الرجال مشغول بالجوع، وهنا العالم تاخذ مسحات وهنا المسعف بوحدة ما حد وياه، بوحدة الرجال مسعف جاي اخذ مسحات، وين العالم كله لازم اشرب، وهذا مشطوب هنا لاكو يما طبيب لا يما مشعيب، حسبي الله ونعم الوكيل. مستشفى الفيحاء البصرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مستشفى الفيحاء بالبصرة طبعاً، وهذا مو بس مستشفى الفيحاء وبس مو بس محافظة البصرة، طبعاً أغلب محافظات العراق نفس الحال. هاي طوارئ السنية بلاستر ما عدهم من الكانونة، شدوها بعلاليك زين يا وزارة الصحة، خلي تشوف الناس، خلي تباوع طوارئ جتش كبرها قضاء السنية، كل شيء ما عدهم لا بلاستر لا عد، كل شيء ماكو، يقولون صرنا شهرين بدون بلاستر، شنو قيمة البلاستر زين؟ خل تسمع العالم وخلي تشوف. هاي طوارئ السنية بلاستر ما عدهم من الكانونة، شدوها بعلاليك زين يا وزارة الصحة، خلي تشوف الناس، خلي تباوع طوارئ جتش كبرها قضاء السنية، كل شيء ما عدهم لا بلاستر لا عد، كل شيء ماكو، يقولون صرنا شهرين بدون بلاستر، شنو قيمة البلاستر زين؟ خل تسمع العالم وخلي تشوف. يعني شهرين بدون بلاستر طبي، هاي الفيديوهات اللي احنا بدنا نعرضها طبعا، هاي اللي انتقلنا بها من محافظة البصرة الى محافظة الديوانية، يعني بدنا نشوف هاي